عشبك بدلت كابلة الدي في دي على التلفزيون ما زبطت. ابنك رح يجلطني. بالله يا جهاد اتركه، بكرة إذا سقط بيقول لأنه أنت السبب ما خليته يعمل تجاربه. دخيلك أنت، هلا بده يسقط مشان فيش التلفزيون، إن شاء الله يسقط وبلوه على المخ ليناتعه، ساعة بيشتغل ساعة بيوقف. لحد يا ست عمي شباب. انتبه يا زلون انتبه، انت طلع خلفي، شو شابك معي من هون؟ يلا. شباب بالهداوي بالهداوي بالهداوي. ناصر كيلو بعدكم جايين كوها بيوشكوا. ناصر وين؟ انا بالنفق صرت. شباب في واحد معه قناص قاعد قلب الشباك هون. جبت القناص شباب. شباب 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 انتبهوا شوي شوي. عم تزتوا قنابل باتجاهنا يا شباب، عم تروحوا الطاقة تبعي. يا شباب يا شباب انا متت. حط لي عليهم يا زلمة. ناصر حط لي عليهم يا زلمة. ليكو ناصر اللي وينه؟ ما ضل غيره. اللي ما لي سمعان. ليكو اخر عبارة جوا عند الهوستج، رح يحرر الهوستج ما ضل غيره. اوكي بس هيك يلا ساعد. انتبه ناصر. شوف انتبه في قناص. وين؟ من فوق من فوق. ليكو اللي بالشباك شفته. يلا يلا شباب هذا اخر واحد ما؟ ايه يلا تمام. ثاني ثاني تلو هذا تخبر مني وين؟ ها ليك مشو مشو مشو. يا ناصر كيف تبدأ؟ شلوني معكم شباب؟ برافو ناصر الله ناصر. مستحيل تخسروا وانا شريككم. اهلين ناصر. اهلين يا زوم. اهلين فرصة سعيدة. وانا اسعد حبيبي. يلا انا بالاذن كمان تخليني اطلع الصالون. ايه تفضل. يلا هيك صح الله شباب كمان. لكن اول شغلة رح نعملها رح ندور على مراكز إيلة ورح نكتب قائمة بأشياء اللي ممكن نحتاجها. شكرا كثير لكم. هلا يلا باي باي. مرحبا ابو جهاد. اهلين اهلين يزن. تعال هون يزن. يزن ايه بابا. صباحو خير عمو. اهلين اهلين. لك شو عم في التلفزيون انت؟ عم تحاول تجربه ما عم تشتغل ليش؟ ما عملت شيء بابا. وصل رفقاتك وصل رفقاتك ورجع يلا. عفوا عم اسمح لي شوف التلفزيون، انا اختصاصي هندسه الالكترون. بس ما بدنا نغلبك. لا ما في غلبه ولا شيء، من بعد اذنك. شهدت سوريا في السنوات الأخيرة موجة هجرة عكسية وصلت إلى نسبة 23% من سكانها المغتربين بسبب القوانين التي سهلت الاستثمار. الاستثمار؟ شو سمعاني أنا هي الاستثمار؟ هي يمكن شهادات الاستثمار هي سهلت الاستثمار وإقامة المشاريع بالإضافة لما شهدته من تطورات على كافة الأصعدة. ثالثاً شهدت سوريا في السنوات الأخيرة حراكاً ثقافياً واجتماعياً وسياسياً وتصدرت قائمة البلدان الأكثر جمالاً وأماناً في العالم. هلا هي كهرباء؟ لا هي مو كهرباء بس بدي وصل على جكات الفيديو لشوف إذا بيشتغل ولا لا. هي بنتي عم تدرس جوا، بكرة عندها فحص بكالوريا من الأوائل. ما شاء الله الله يسلم لك يا الله يخليك. شوي بس عمو ما عم يمشي الحال. هلا على الاغلب مو واصلته كهرباء طالما عم تقول لي كان قبل شوي شغال. ايه او العطله من السراق. عمو عندك مفك فاحص؟ عندي. من بعد اذنك. شوي يسلموا الايدين. شو يا حلو؟ شو حبيبي؟ طول الغداء متنا من الجوع. ليك يا عم سامي جهاد؟ مين هذا؟ هذا رفيقه الجيزان. بس ولد محترم بعينته. أول مرة بشوف هذا المرافق واحد راكز. عمو مشي الحال تصلحي. والله؟ هيك بسرعة؟ ما فيها شيء شغلة بسيطة، بس الشرايط كانوا مملصين شوي. هذا صاحبك جيزان. بيتصارع مصارع مع أغراض البيت. يلا بسيطة حصل خير. يسلموا. الله يسلمك يا رب. ايه عم اسمع خذ راحتك عمو. يعطيك العافية بنت عمو. الله يعافيك. يخرب بيت قلبك، بدك تنام وصاحبك برا. مين صاحبي بابا؟ رفقاتي كلهم راحوا. لك هذا اللي صلح التلفزيون؟ اه قصدك الأستاذ ناصر، الأستاذ ناصر رفيق نور ما مو رفيق. بعرضي حسيت. لانه انا بعرف كل رفقاتك يا مجانين يا بنص حال. لك هذا راكز.
اطلعي اطلعي، رفيقك قاعد لحاله برا. مين رفيقي؟ لك شو مين رفيقي؟ هذا ناصر. هذا مو رفيقي، هذا رفيق يزن بابا. شيخ يزن عم بيقول مو رفيقه وانت مو رفيقك، من هو؟ لك من هو؟ وبدنا نروح نحركها بهي الطريقة. حبيبي مو بس طلع شاطر بتصليح التلفزيونات، شاطر بالطبخ، علمني كيف اعمل الدجاج الصيني. حلو حلو. هلا عمي ناصر. يا عمو انت مو رفيق نورما؟ انسي نورما؟ لا اليوم تعرفت عليها. تشرفت بمعرفتها بصراحة. ومو رفيق يزن؟ استاذ يزن كمان لا، ما شاء الله الله يخلي لك ياهم يا عمو. سمعتي شفتي الاحترام الاستاذ يزن؟ هي أول مرة بسمعها. حط لي هالمعلقة من ايدك والحني. ايه يلا. ليش شغلة مدام؟ خليك عم تروح تحكي وكل شوي تمام؟ يا عمو اللي من عيونك انت شلون فتت على بيتي؟ عمو شو صار لك طويل بالك؟ شلون فتت؟ عمو مو انت فتحت لي الباب وقعدتني؟ ما لحقت اقول لك مين انا؟ مين انت؟ انا ناصر. ناصر ابن عمك ابو همي ابن جميل. انا ناصر ابن جميل؟ اي والله ناصر. انت لك اهلي اهلي كيف هو ابوكو؟ اهلي مو ابوكو. بدك ما تواخذنا، شفت الدعجة اللي صارت عنا؟ انا والله بالبداية فكرتك من رفقات يزن ولا من رفقات نورما. انا اسف عمو، يعني هو كان لازم انا اتصل فيك قبل ما اجي. الوالد حاول يتصل فيك بس انت بتعرف انه الخطوط من الضيعة لهون مو دائما عم تعلق. يعني كان بدي اقول لكم ويستاذنكم انه بدي انام عنكم ليلة، فهذا اللي صار. انا اسف انه جيت بدون ما اخبركم. الوالد بده يستاذن مشان تجي انت لعنا؟ شو هالحكي مو عيب؟ سمعني بندق. كيفه الوالد؟ بابا انا وابوه جميل جايلين بعض، كنا كل سنه نعطر المدارس نطلع الضيعه، يا ما راكبين على الاحسن وعلى الحمير. يا هو الوالد والله وصاني انه سلم عليكم فردا فردا. الله يسلمك ويسلمه يا رب. الله يسلمك. هلا انت اجيت على الشام يعني عندك شغل هون؟ لا انا مسافر بكره، بس بتعرفي انت طريق الضيعه ما كثير بطمون، قلت لحالي بامن على حالي قبل بيوم عنكم هون. ليش لوين مسافر؟ على السويد. والله زياره ولا لا؟ في امل لي شغل بمطعم لبين ما ادبر اموري هنيك. ليش انت مو قلت انه دارس هندسه الكترون؟ ايه بلا، بس ما بظن اقدر اشتغل فيها هنيك. بتعرف كمان بصير تشتغل بمطعمها لانه الدجاج على الطريقه المكسيكيه كتير 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 طيب. قالوا مكسيكيه بابا، صينيه نفس الشيء بابا. صحتين هنا يا جماعه. عمو انا هي الطبخه تعلمتها لما زرت الصين. ليش رحت على الصين؟ ايه السنه الماضيه شاركت باختراع بمعرض انا عامله واخذوني على الصين ليكرموني. وبدك تروح على السويد تشتغل مطعم؟ ايه والله يا عمو. شو بدي ساوي؟ بدي سافر مثل ما كل هالناس عم تسافر، مو احسن ما اضل هون؟ لك عمو انت دارس هندسه الكترون ومخترع، بدك تروح على السويد تشتغل مطعم؟ مزبوط عم تحكي، بس بهذا الظرف ما حدا لا فاضي لي ولا فاضي لاختراعاتي. ما لقيت قدامي الا السفر. دبرت حالي مع جماعه مهربين بيسافروا العالم بالبحر وراح اطلع معهم. بالبحر؟ بدك تروح بالعباره؟ ايه. انت كيف بدك تروح بالعباره؟ انت ما عم تسمع وبتشوف الناس كيف عم تغرق بالبحر؟ اللي كاتبه الله بده يصير. استاذ ناصر انا ما قلت لك انه عندي اختراعات جوا. عظيم، انت لازم تخبرني عنهم واحد واحد. طبعا هلا دخلك. ليش ما ورجيتنا الاختراعات من زمان؟ بابا لأنه لساتها طور التفكير، يعني أنا ما بفوت بشغلة إلا إذا كنت دارسها واثق فيها. شايف يعني دارسها واثق فيها وخرب لي بيتي، كيف لو مو دارسها؟ طيب صحة، رح ساوي كل شيء. يسلموا مطعمو. الحمد لله. طيب لما بدك تروح على السويد مفكر إنك تدرس لغة وتفوت على الجامعة؟ أنا عم فكر أعمل هيك، بس ما بعرف الظرف كيف بيكون هنيك. إن شاء الله أقدر أعمل. أستاذ هلأ بدي ورجيك شوية اختراعات عشان نتبادل الخبرات. أكيد. أنسي سلمى أنت عندك شي توجه بعد ما تخلصي بكالوريا؟ توجه؟ أي توجه، بقصد شو ناوية تدرسي بعد البكالوريا؟ أقول حكي من الأول ضروري يرفز لك هات تبع نورما. أنسي سلمى
حلوة ضحكتك. عجبتك؟ وانت كمان. اهلين عمو. اهلين اهلين اهلين. قوم ناصر، قوم غسل ايديك وغير ثيابك وريح. شكرا عمو. يسلم ايديك. اهلين الله يسلمك. شوفي بابا؟ ما في شي بابا، بس كل ما اشوفك عملتي حركة جديدة بحس انه كبرتي. مصايب الدنيا رح تنزل فوق راسي لقدام. مصايب؟